كده كده الكامب بتاعي ماشي زي ما هو. هو بيدرو كويس جدا في الجوجيتسو، اذا بلاك بيلت طبعا، وفي البرازيل بلده بلد الجوجيتسو. هيكون فايت محمس جدا ليا، انا مستواي عالي جدا في الجوجيتسو الفتره الاخيره، وان شاء الله ده هيبان في الفايت اللي جاي. فيري جود سترايكر، بيسترايك بيبرول، عايز يتخانق، عايز يلعب، عايز يخلي الماتش فيه دم، وانا جاهز. لا، نقط ضعفه اكيد، في نقط ضعفه اكيد، في حاجات معينه هنشتغل عليها مش هينفع اقولها هنا، فدي بقى خليها في الفايت قدام.